أجل أعزائي المشاهدين، مباراة ما بتتصدق. كمال صوناي عم بيمر، كمال سدد جول 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 مثل ما عودكم. كمال صوناي شفت؟ بتعرف اشتقت لفوز عليك؟ يا ابني انت ما عم تفوز، انا عم خسر حالي قصادة مشان ما توجع لي راسك. لك حاجتك بقى، شوف شلون رح اثبت لك. ها شوف، اوب اوبا، شفت شلون اثبت لك؟ ها عم بتمر مثل السمكة، ما مثل السمكة لعبك انت. صحيح ولا عن جد عم تحكي؟ لكن يا ابني شو بدي وجع راسي مع واحد مثلك؟ مثلا المباراة الجاية كمان رح اخسر وانت بترجع مبسوط على بيتك. اي حاجتك بقى، ليش عم تحكي هيك؟ لاني بحبك يا اخي. شيلك مني، والله نزعت لي مزاجي كله. تمام، ترك هالايد من ايدك، حاجه لعب. ما عم بقدر ركز ولا عم بفهم قصه سنان. من امتى بتعرف قصه سنان انت؟ من فتره يازا قالت لي انه اساس اصلي راح تحلها، بس كانه ما لقيته لهلا. وانت صدقت هالحكي؟ ايه مو لهالدرجه، عن جد عم تحكي؟ اصلي ما بتعملها، ما عندها هيك جرأة مراد، مستحيل، صح؟ لا ما بتوقع. أكيد بيكونوا استغلوها كمان بالقصة. ما عم صدق يا أخي. وليش لحتى تعمل هيك شي مراد؟ السبب ممكن يكون اهتمامها وتعلقها فيك. شباب؟ أنتوا هون؟ آه ما شاء الله حلو. أنا بالشركة عم حارب بإيدي وأسناني وأنتوا هون وعم تلعبوا. بعد لقلك. ايه يا ترى كيف عم تشتغل مشان الشركة وعم تنقذ السوبر وومان؟ عم دور على سنان يا سوبرمان. سنان؟ مراد قوم قوم، عنا تكسير روس هلا. يلا هدي شوي يا بطل، شو صار؟ لا تكبر القصة كثير. تمام، أنا حكيت مع الولد، ما له علاقة بهالقصة. كيف ما له علاقة؟ ليش هرب لكان ليلي؟ ليش هرب مثل الفار؟ ليلي فيكي تخبريني ليش؟ الإنسان البريء ليش ليهرب يعني؟ تماما، جاوبي. بكرة بيجي ومنفهم منه. مو معقول، يعني عنده الجرأة يجي على الشركة؟ مو جرأة حياتي، لحتى يثبت إنه هو بريء. بس سنان عنده شرط ليجي. إيه هذا الناقص، عنده شرط كمان. شو شرطه الأفندي؟ قلي لي لنساوي دغري. ما بده ياز تكون هنيك بس يجي. طب شو يعمل؟ خايف من ياز؟ حلو كتير، معناتها مو خايف مننا، خايف من ياز بس. حلو حياتي حلو. عنده أسباب مقنعة، اسمعه بعدين. إيه خليه يجي لنشوف، بكرة بس يجي رح نسمعه أكيد. إيه هاتوا لشوف مين بدي أهزم، بمين بدي بلش. أنا برأيي بلشي لعبي مع كمال، لأني ما بقدر أقضي كل الليل هون. بحبكم كتير أنا. يلا بوسات كبيرة، تصبحوا على خير، انتبهوا على حالكم. يلا. والله أنا تعبان كتير اليوم أصلي، وبدي فيه بكير، فنلعب بوقت تاني. بصير، أنا بلعب معك بكل وقت. صباح الخير أصلي خانو. صباح الخير. يلا أنت روح، أنا هون وجنان بعد شوي بتجي. بس ما بصير. قلت لك روح روح. مثل ما أمرتي، عن إذنك. أوف كيف كان هاد؟ ليك سنان، سنان بسرعة، يلا بسرعة، يلا استعجل. يلا يلا استعجل سنان. تمام. وين النسخ؟ كلها هون. ها حلو، كم دقيقة لازمك؟ 10 دقائق بكفي. ها بالمناسبة سنان، إذا تركت وراك أثر هالمرة تعرف إني ما رح أنقذك أبداً، ما هيك؟ بتمنى تكون فهمت إنك لازم تاخذني بشكل جدي. من ورا مشاكلك تعلمت أصلي. منيح، فرحت كتير لأنك تعلمت سنان.
بحب كتير الإنسان الذكي، وكمان ما بيعجبني الأذكى مني، وأصلاً ما في حدا هيك. لهيك أنا رح واقف بالمدخل وخلص شغلك وخبرني منين اجتني هالمصيبة؟ صباح الخير جميعاً، يعطيكم العافية. صباح الخير مهبوش قهوتي لو سمحتي. صباح الخير. أصلي لسه ما إجيت؟ هي بغرفتك أستاذ كمال عم تستناك مع الضيف. ضيف شو؟ إجا سينان حابب يحكي معك بموضوع مهم. إيه طبعاً. صاروا اثنين. رح أبعت القهوة فوراً تكرم. لأنه أنا ناطرتك تبعتي القهوة ما بعرف شغلي، ما هيك جانان؟ مفكرة حالها شي شغلة مهمة يا لطيف. صباح الخير. انت اهلا وسهلا كمال. تفضلوا. ها سيناني اللي فكرتوا اني عم دافع عنه لانه رفيقي. اسألوا شو بيخطر ببالكم. مو هيك، بدنا نسمعه بالاول لحتى نعرف شو قصته. مرحبا، كيفكن؟ يسلموا مهبوش. ارتاح ارتاح، عم نسمعك. عود سينان. شكله صار في مشكلة بخصوص الكليب الأخير، لأن طلع وشياس وصار في سوء تفاهم بيننا، والقصة طلعت براسي. بس شوفوا، أنا مالي أي علاقة بالقصة بنوب. غير هيك شو ممكن تكون مشكلتي مع ياز؟ أنا ما بعرف ياز منيح حتى. يوم التصوير ليش كنت هنيك؟ شغلي خلص هون، ولما قالت أصلي رايحين نصور كليب أنا قلت خليني روح بلكي بفيدكم بشي قصة. بعد ما عاد اجيت لهون أبداً لأن خلص شغلي، وطبعاً وقعت كل القصة براسي لأن ما عاد اجيت على الشركة، أخذت الأخبار من أصلي. لكن ليش هربت مبارح؟ كان فيك تشرح لنا هنيك كمان، ولا كان لازمك وقت لحتى تفكر بالكذبة اللي بدك تكذبها؟ لا 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 لا، ليش لا يهرب شخص بريء؟ من ياز. لو أنتوا شفتوني بدالها كنت خبرتكم بكل شيء وخلصنا من هالموضوع. شوف شوف على الكسب، شي بيقول لك ما بعرف ياز، شي بيقول لك يعرفها، ولك بدك تجنني ولك؟ كمال اتركه يشرح، إذا ما اقتنعت اعملي اللي بدك يا ليكو. هون هو أصلاً وما في احتمال يهرب. ليك كلياتنا من نفس المجتمع وكلنا منعرف عن كل حدا شوي، وأنا سمعت من قبل عن تصرفات ياز الغريبة، كنت شوف بعيني البنت عندها مشاكل ما بتتحكم بعصبيتها. ايه كمال بنت، شوف كل شي خبرتك يا حقيقي، بدك صدقني وبدك لا تصدقني، بس انا مالي علاقة لا بشركة الانتاج ولا بشركة تصوير الكليب ولا بهالموضوع كلياته. على الاغلب لو ما هربت هداك اليوم كانت ياز كسرت لي شي طرف. بس لانك خفت يعني، وعساس نحن رح نصدقك. رح قلك شي، شايفني اهبل ولا شو؟ كمال بنت مانك مجبور تصدقني، بس شوف هالأحداث وأحداث الماضي كلياتها كلهم مرقوا وكانوا كلهم أخبار كاذبة عم تنشر عنا طول الوقت. ياز ما فوتته على المشفى، كلنا نتذكر هالشي. أنت قلتي له وهو كتب وقال لي مسؤولة التواصل الاجتماعي هي اللي أكدت لي الخبر. لا كذب والله كذب، أنا ما عملت شي، الكل صار ينشر أخبار كذب. غير هيك أنت لا تقلق أبداً، خليني أنا بس أمسكه والله لحتى ربي فيه العالم. وخليني أنا أكد لك كمان، صبته والله لقيت لك. أي إيه والله، قديش انشغلت بهالمشهور، تذكرت بالزور أنقذت ياز من هالقصة. من حظنا أنه هو قبل. وإلا تذكرت، وفي هي كمان حبيبتك السابقة يا مور، أنا غلطان ولا ياز حاولت تضرب قدام الكل؟ شفنا كل يلي صار على الشاشة، ومعجبين كرم يلي لزقوا فوق صورك باللوحات الإعلانية، تتذكر كل هاد ما هيك؟ أنا بحملك، لزقية منيح، انتبهي. يلا يلا بسرعة، يلا على مهلك، يلا لازم نحلك على حدا يشوفك. شو عم تعملوا انتو؟ انزلي لتحت، انزلي. شو انشغلوا يا بنات، بسرعة.
ما عم صدق يا I love you كرم. أنا بورجيكم. هلأ رح تشوفه. يلا ما حدا فيه يخرب التصميمات اللي أنا صممتها، سمعتوا؟ بحلف يمين المرة الجاية بقوس عن جد، مو دهان. كرم، أنا بتذكر منيح، لو ما دفعنا التعويضات كان البنات رفعوا دعوى على الشركة. تمام، ممكن تكون متهورة شوي، بس ليش لتهاجمك أنت؟ غير هيك لو كنت بريء كنت بتلاقي طريقة تثبت لها، صح؟ نعم أستاذ كمال، إجت ياس. أي تمام كتير، فوتوها لجوا. هي بتعرف إني هون؟ لا تبالغ، عودوا لك. أنا بهتم بياس، أنت خبرهم الحقيقة كلها. أصلي جاي هلا. إذا ما كنت أنت، مين هالزلمة لكان؟ بالحقيقة في طريقة سهلة لنعرف مين سرب الكليب. خبرني. ما عندكم شبكة بيانات مشتركة بشركتكم؟ يعني البرامج اللي بتستخدمها كل الشركات، حللوا بيانات كل الأجهزة المتصلة بالشركة، تابلت، موبايل، لابتوب، أي شيء متصل بشبكة بيانات الشركة. إذا كان في حدا عملها أساساً بيكون ترك أثر رقمي وراه على الأكيد، يعني معروفة هي القصص. ما بدها، أنا خبير بهذا الشيء. نلتقي مهبوش. ماجي حبيبتي بشوفك. أهلا وسهلا حبيبتي. أهلا فيكي. شو هالجمال هاد؟ جمال عيونك، كيفك؟ منيح حبيبتي، شو بدي يكون، عم نشتغل. يلا تعي نشرب قهوة. أنا كان بدي أسألك عن كمال، تعرفي شي وينه؟ كان في موضوع عن الموسيقى بدنا نحكي عنه. هو ومراد بالاستديو وسكروا على حالهم، ويمكن عم يشتغلوا على الموسيقى اللي حكيتي عنها، وما بيحبوا حدا يزعجهم لما يشتغلوا، بتعرفي يعني. وأنا عم أقول شو رأيك نستغل هاي الفرصة، لأنه من زمان ما اجتمعنا، بلكي عندك شي بدك تقلي لي إياه. أنا كتير أهملتك، صح؟ كتير. يلا تعال. يلا. حالياً فيك تروح سنان، بس عيني عليك لأني لحد هلأ ماني مصدقك. عم تفهم شو عمل لك؟ أوكي، خليني ودع أصلي لكن. الأنسة أصلي نزلت لتحت معنا بغرفتها. تفضل أستاذ كمال، حضرتك طلبتنا. جينك تعال معي. يا جماعة الكل يركز معي لو سمحتوا. بالفترة الأخيرة أكيد انتبهتوا أنه عم تتسرب معلومات كتيرة من الشركة، وعملنا عقود سرية، بس هالشي ما كفى لنكشف الخائن يلي بيناتنا. ولآخر مرة هلأ رح حذركن، ولآخر مرة رح أتعامل بأدب، خليه يقول وأنا بتفعله تعويضاته وبعدين بينقلع من الشركة. وإذا ما اعترفتوا بشي أنا رح دور عليه ولاقيه، وبوقتها ما رح يصير خير أبداً. هاي عم خبركن من الأول. شو قلنا على أهلأ؟ مو أساس الخائن سنة؟ شكله مو هو، هيك كان مبين. وفوقها إجا لهون؟ أنت لو بتصير ترفع راسك رح تشوف كتير. إيه شو يا جماعة؟ ما في حدا؟ طيب الكل يطلع على الحديقة لكان. خلوا كل شي على الطاولة واطلعوا. يلا أستاذ كمال،
لازم لحق الديدلاين. ما بهم، بعطيك يوم إضافي، هالشي أهم. ماشي. يلا جينك، انساخ كل الكمبيوترات، تمام؟ وجيب لي إياها بسرعة، بدي البيانات الصادرة والواردة، كلها. تمام أستاذ كمال. يلا. أستاذ كمال، إجت الأنسة إليس وبدها تقابل حضرتك. مرحبا كمال بيك، أنا إليس، جيت من الشركة الإسبانية. بغياب السيد محمد أنا رح دور الشركة. عفواً، رح ديرة. أهلا وسهلا فيك ببلد العجائب إليس. كأنه بيت الأرنب من هي الجهة صح؟ صح. لو بعرف أنه في بسمايل ميوزيك حدا عنده هالطاقة الحلوة كنت إجيت من زمان، لأنه بآخر فترة كتير كان في توتر بيننا. بتشكرك على الإطراء الحلو. أنت أستاذ مراد صح؟ تشرفت بمعرفتك. أنا السيد محمد بدح فيك كتير. شي حلو. أهلا وسهلا. أهلا فيك. موسيقتك كتير رائعة، أكتر شي كنت حابة أتعرف عليها أنت بصراحة. شكله يوم الإطراء العالمي ومالي خبر أنا يعني. أنت بتعمل تركية قهوة طيبة، هيك سمعت أنا. مو هيك، أنا ما بعمل تركية قهوة، بعمل لك قهوة تركية طيبة. قهوة تركية طبعاً. تفضلي على المكتب لك. شكراً لك. أنت ما تجي؟ إيه، مو جاي. لا، مانك جاي معنا؟ شو ما عم تفهم عليها مراد؟ تعال جباك يلا، تعال. تمام، تكرم، رح أجي. تفضلوا. أنت جاي مو؟ تفضلوا تفضلوا. حقير. شكراً لإلي. صحة وهنا. أصلي تتذكري كيف بهدلني بسبب داريا هون؟ معقول ما أتذكر؟ وشو صار المسا بسبب يعمر الخبيثة هي كمان؟ إيه والله كنت نسيانة في هي كمان، بس بعد اللي صار داك اليوم ما بعرف شو اللي تغير. كان دعائي مقبول؟ هو بعت الطاقة كتير قوية ولا طلع كوكب وفات محل واحد تاني؟ ما بعرف شو صار. خلصت الحواجز على الأغلب، شو ما كان اللي تغير منيح تغير عن جد. بعد هداك اليوم كأنه أنا وياه بعلاقة، لو مو أمي ما منفترق أبداً. كتير حلو، إذا أنت مبسوطة استغلي اللحظة ياس. القصة شوي مخربطة بس مبسوطة. تخيلي الشاب يلي كنت رح جن ليشوفني هلأ ما عم يشيل عينه عني. أنا عم بالغ مو؟ شو السبب والله ما بعرف، بس شغلات منيحة عم تصير. كمال هيك حياتي، صعب يفوت حدا على حياته، طالما دخله فما بيتخلى عنه أبداً وبيتعلق فيه بهوس. هلأ أنتوا رفقات من الثانوية صح؟ من زمان. تخيلي حتى أمه وأبوه ما بيعرفوه قد ما أنا بعرفه. أنا ومراد من الناس يلي دخلهم على حياته وما بيتخلى عنهم. الحقيقة أنه ما ضل حدا غيرنا. بتمنى أنت تبقي كمان. بالمناسبة لا تفكري ما انتبهت لتقربك أنت ومراد، كتير بغار. أم حس كأني خسرت رفيقي قدامك لأني غرقت بالشغل شوي؟ هيك عم يصير حبيبتي. حبيبتي معقولة أنت؟ شوفي أعطيكي سر، أنت أكتر وحدة بحبها بيناته. إذا هيك لكان تمام. بس يعني عم حس إنه اهتمام مراد فيكي مو عادي أبداً، مو هيك؟ أنا ومراد رفقتنا عادية، ما في شي خاص بيننا، بس في شي تاني مخبى. كيف مخبى؟ ما فهمت، شو قصدك بمخبى؟ يعني أنا ومراد هيمون ناري خانم؟
ايه ستني ريمان، اجت تشوف مراد. كملي شو حكيتي ياز؟ شو الشي اللي مخبى بينك وبين مراد؟ شوفي قولي. امي قالت انه رايحه عند ناري خانم. حبيبتي لازم احكي تليفون ضروري، بشوفك بعدين بالمكتب. اوكي اصلي ياز بلتا. ياز دقيقه بدي اقول لك شيء، تركتي السيره من نصها.